أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كلام ومعاني مع أماني. وطبعا بعد غياب طويل جدا جدا، أنا غبت عليكم كتير قوي سامحوني، وأديني رجعت لكم تاني بفقرات مميزة جدا جدا على شاشة الصحة والجمال، أحلى قناة في الدنيا. أنا بشكر الإدارة أنهم استقبلوا البرنامج، وإن شاء الله يبقى برنامج مميز ونعمل مشاهدات عالية، واحنا معانا جمهور عريق وعظيم ان شاء الله. وانا جايبه لكم فقرات حلوة قوي قوي، واول فقرة معايا هي الطرب، وطبعا انتوا بتحبوها جدا. ومعانا الفنان النجم، نجم اسكندرية، المطرب احمد ابراهيم عبد الله ابراهيم عبد المنعم. عبد المنعم، احنا بنرحب بيك يا ابراهيم جدا جدا، وسامحني على التوتر ده. لا وشرفتني جدا جدا في البرنامج، وعايزين تعرف الجمهور عليك اكتر. هم اكيد عارفينك، بس نعرفك على الجمهور اكتر. كلمنا عن نفسك وبداياتك كانت ازاي وكل حاجه عنك. ابراهيم عبد المنعم، 25 سنه، من اسكندريه، عضو منتسب في نقابه المهن الموسيقيه طبعا، ودارس الغنى، وغالبا هو شغل الغنى عامة. يعني انت منتسب في نقابة المهن الموسيقية طبعا، ومختبر قدام الأستاذ حلمي بكري طبعا، ونادية مصطفى، و ما شاء الله، ووادي الكرني وكده. طب هتسمعنا ايه كده؟ ماشي، قديم ولا جديد ولا؟ لا خلينا في القديم بقى، سمعني حاجة لنجاة. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، نمشي لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش. يبات الليل يبات سهرة، وانا رمشي مدى النوم، وهو عيونه تشبع نوم. وانا رمشي مدى النوم، وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. الله عليك ما شاء الله، لا صوت روعة بجد، وأكيد الناس كلها مبسوطة بالصوت الجميل ده، وربنا يوفقك. أنا عايزة أسألك سؤال مهم جدا بقى، أنت بتفضل أي لون من الطرب؟ والله هو عشان شغلنا عامة، فاحنا بنغني كل حاجة، خاصة كمان اللي انا يعني دارس المزيكا كويس جدا، وعلم نغم، سولفيج. فاحنا في شغلنا ممكن نخش مثلا اوريدي على الصالة، بيبقى في زباين قاعدة مختلفة، كل واحد ليه دماغ شكله وعايز يسمع حاجة شكل. تمام. فأكيد احنا بنرضي الناس دي كلها قبل ما بنطلع، بتكون مستعد طبعا عشان كل الأغاني طبعا موجودة معايا. تمام. يعني لو أي حد من الجمهور طلب أغنية دلوقتي هتغنيها؟ أكيد طبعا ان شاء الله. طيب انا عايزه اسالك سؤال، اكيد انت خاطب او متجوز؟ لا خاطب. طيب عايز تقول ايه لآية؟ انا سمعت ان اسمها ايه. ست البنات. فهتقول لها اغنيه ايه؟ هديه بقى. طيب نسمعها مع بعض. تمام يلا. ياللي شمس الدنيا تطلع لما تسمع ضحكه مني،
حس بالناس الغلابة اللي زيي بعد إذنك، بطلي تحلوي أكتر واوعي وشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر ياللي سابقة بجد سنك، اضحكي خليني أضحك ضحكتك بترد روحي، ربنا وحده اللي يعلم بعشقك ازاي يا روحي، مستحيل الشعر يوصف اي تفصيله في جمالي، والغنى لو كان كفايه الف غنوه اغنيها لك، ياللي لما بتبقي جنبي بنسى بيكي كل تعبي، ياللي احتليتي قلبي قلبي فرحان باحتلالك، اضحكي خليني اضحك ضحكتك بترد روحي، ربنا لوحده اللي يعلم بعشقك ازاي يا روحي. ما شاء الله يا آية، بيقولك بإحساس عالي جدا، خلي بالك بيحبك قوي. ربنا يخليكوا لبعض. سلام. وان شاء الله نحضر احنا والجمهور الفرح. اكيد طبعا. نعمل حسابك الجمهور كله هيحضر معانا ان شاء الله. طيب انا عايز اعرف منك انت ناوي على ايه الخطوه الجايه؟ والله بتحضر حاجه جديده مثلا؟ انا كنت فعلا محضر حاجه بمناسبه يعني اللي الشعب كله خلاص بقى يسمع مهرجانات. بتحب المهرجانات؟ مضطر. بالظبط كده. او بعدها مثلا في مهرجانات يعني حلوه، الناس كلها دلوقتي بقت تسمع المهرجانات. فاحنا بنشوف الموجه ماشيه ازاي وبنمشي معاها، اما ما بنمشيش اكتر بالذات في المجال طب بتاعنا. طب الجديد ده مش هتقول لنا عليها بقى؟ بتتكلم عن ايه الاغنيه؟ مين ملحنها؟ مين كاتبها؟ هو اللي ملحنينها انا مش هذكر اساميهم طبعا لما الميكس يخلص كله، العمل ينتهي. تمام. بس انا برضو عاملها اكيد لخطيبتي. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. طب انا عايزه اسمع حاجه بقى لجورج وصوف. بس كده؟ دي ابتدي. تسلم عليك. لو كل عاشق في الهوى يختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه، لو كل عاشق في الهوى يختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه، ما تعاتبنيش يا اهل الملا ما تعاتبنيش، ما تعاتبنيش يا اهل الملا، ادعوا معايا لكل مجروح في الهوى، لكل مجروح في الهوى يلقى الطبيب حبيته، ايوه وغيره هو ما هويت، وفي بعد عني بحس اني انتهيت، حبيته ايوه وغيره هو ما هويت، وفي بعد عني بحس اني انتهيت، لكن نصيبنا نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده لوحده في الطريق ويقول يا ريت، لكن نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده في الطريق ويقول يا ريت يا ريت يا ريت. ما شاء الله ما شاء الله، الله ينور بجد. وانا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده، واكيد المستمتعين استمعوا معانا ومبسوطين وشرف ليا طبعا اللي انا مع حضرتك على القناه. ربنا يخليك يا ابراهيم، ربنا يخلي. احنا معانا اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو
مين معايا؟ مساء اهلا الخير وسهلا استاذه الاول، اماني، اهلا بيك. بتضحك ليه؟ ازي انت عارفها؟ حضرتك؟ لا طبعا الصوت ده حافظه مش عارفه. ايوه 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 يا ستي، بقى ما حدش الفنانه قدك منور الدنيا النهارده. كلها حبيبي ابراهيم ربنا عبد المنعم. يسعدكم يا رب، شرفتيني يا ايه. عامله ايه؟ ربنا يخليكي، الحمد لله. يا حضرتك ابراهيم منوره منور الدنيا الدنيا كلها. اهو. الله يخليكي، ده نور حضرتك يا استاذه. ايه رايك في الحلقه النهارده؟ لا ما شاء الله يا رب، ما دايما كده تقدريش تقولي التقدم لا من نجاح ووحشة لنجاح. وحاجات كده، خلي بالك. نعم. ما تقدريش تقولي الحلقة وحشة النهاردة. لا طبعا، انت ما بتعمليش حاجه وحشه اصلا، ربنا يسعدك. دايما كده في نجاح وتقدم يا رب، وربنا يا رب يكرم كده ابراهيم يا ويكون رب دايما في نجاح والقدام دايما. إن شاء الله ست يا حبيبي، البنات ربنا ربنا يخليكي يخليكي. بس ويا كل رب حد طبعا اكون مشرفكم ومشرف اسكندريه كلها وكل الناس اللي قاعده تسمعني دلوقتي، طبعا فوق راسي واسكندريه كلها على راسي من فوق. اسكندريه طبعا بلد الفن وهي اللي مطلعه الفنانين كلها، مطلعة طبعا مواهب رهيبة اسكندريه بصراحة. انا العيش هجيب لكم طبعا. كل المواهب بتوع اسكندرية ان لا شاء الله. ثقة في الله، نجم اسكندرية القادم ما ان شاء شاء الله الله، عليك، ابراهيم عبد ربنا المنعم. يحميكم من الحسد يا رب كده، اللهم ويكمل لكم امين على يا رب خير، ونفرح كلنا معاكم ان شاء الله، بإذن الله ونذيع طبعا. الفرح بتاعك على أكيد الهوا ان طبعا شاء الله. ان شاء الله، شكرا يا ربنا يا آية، رب يخليكي. شكرا شكرا. يا آية. دلوقتي يا ابراهيم عايزين نعرف انت الخطوة اللي جاية دي غير الفيديو كليب، انت هتعمل ايه؟ يعني هعمل مهرجان. لان في شباب كتير قوي بيقولوا احنا هنسافر، احنا خايفين من كوفيد 19 وخايفين يجرى لنا حاجه، فاحنا هنسافر هنسيب البلد ايه الكلام ده؟ ما هو طب بصي ليه؟ طب حاولي. ما انا اقعد واعمل حسابي واخلي بالي والبس الكمامه اقعد في البيت شويه طبعا والدنيا كمامتك في هتمشي. ايدك هي اللي هتفيدك. طبعا طبعا. لا هو الناس المفروض تعمل احتراساتها طبعا، محدش يقلع الكمامة، طبعا الفيروس خطير بلاش طبعا. تجمعات يا لا جماعة، طبعا بلاش تجمعات، بلاش اللي شفناه على كوبري ستانلي وكارفور والمناطق دي كلها زحمة زحمة بطريقة رهيبة، كل مكان في طبعا اسكندرية فعلا. فيه زحمة. يعني هو مثلا موضوع راس السنة ده اللي زحم الناس كلها على كوبري ستانلي، احنا كمطربين وقفنا شغل يوم راس السنة لان قالوا المطربين هم اللي بيلموا الناس في الحفلات وهم اللي فوقفنا بيتجمعوا، شغلنا، فالمفروض فوقفنا كله بقى شغلنا، فما شاء الله الناس بتتجمع في أماكن تانية. بتتجمع في اي حتة زي ما بيقولوا القنبلة اهي، فهم بيروحوا عندها سبحان الله. بالظبط كده. فاحنا بنوعيهم ان شاء الله، شباب وبنات، وبلاش تجمعات يا جماعة، طبعا ونحافظ على نفسنا شوية عشان ده برضو مصلحة بلدنا قبل اكيد. مصلحتنا. معانا اتصال، حنان. ايوه يا حنان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت منين يا حنان؟ دي مامتي من اسكندريه. بجد؟ اسمها جميل. والدتك. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتيني. الله يسلم اهلا حضرتك، وسهلا يا سلام حبيبتي، حضرتك طيبه. ربنا يخليه لك وتفرحي بيه يا رب. يا رب يا رب يحفظه هو وكل الشباب اللي زيه يا رب. شرفتيني يا ام. منورني يا ابراهيم. وانت والله العظيم اللي منوراني ومشرفاني طبعا، واقفه في ظهري دايما، ويمكن كل اللي انا وصلت له دوت بوقفتك جنب انت وابويا طبعا مش ناسيها لكم. واشكرها على التربيه الحلوه اكيد بقى. طبعا الله فوق راسي يخلي من فوق حضرتك، الله يخليكي يا ست حبيبي. الكل دي اللي انا بنجح بدعواتها طبعا، الله ووقفتها يحفظك، جنبي الله بصراحه، يحفظك، مش الله سايباني في يحفظك اي حاجه. حبيب قلبي، منور الدنيا بحلقه يا حبيبي، بنورك والله ومنور ست الكل. قدامك انت استاذه اماني كده، ربنا منورني يخليك الدنيا يا حبيبتي، ده من ودايما ذوقي. بنورك يا تقلب ست يا الكل والله، حبيبي بنورك شرفتيني بنورك. جدا حبيبة قلبي، ربنا ألف يحفظك يا حبيبتي. يا رب يا يا رب. شيرين، مع حب السلامة يا مع حبيبي، مع السلامة. السلامة. لا إله إلا الله، مع السلامة. طيب يا إبراهيم، احنا دلوقتي هنطلع فاصل تمام، وبعدين هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو المراهقة أو سن المراهقة. هنتكلم عنه، هنعرفه، وهنشوف الشباب واخدين انطباع عنه ازاي أو بيتعاملوا معاه ازاي. بس أنا معدي السن ده عدينا طبعا. خلاص. احنا هنتكلم في الموضوع ده وانت تمام معانا طبعا، اكيد وهنسمعك طبعا برضو تاني، لان تمام. الجمهور مش هيشبع من لا صوتك طبعا. فبعد الفاصل انتظروني ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بفقرة مهمة جدا جدا وبتهم كل اولياء الامور، الام والاب وبرضو الشباب، احنا مهتمين بيهم جدا، وانتوا عارفين دايما بناشد الام والاب ان هم يهتموا باولادهم وبتربيتهم، وبرضو نقرب منهم ونشوف بيفكروا ازاي، نتعامل معاهم على ان هم هيفضلوا اطفال العمر كله،
بس ده في نظرنا احنا طبعا لازم نحسسه انه بقى شاب وانه قد المسؤولية. احنا دلوقتي هنعرف الاول يعني ايه كلمة مراهقة. كلمة مراهقة يعني ايه؟ يعني انتقال من سن الطفولة لسن الشباب، يعني ان احنا هننضج وهنفكر صح، احنا بقينا شباب بقينا مسؤولين، او بنت مثلا بقت شابة ومسؤولة وهتفتح بيت، فلازم ان احنا نعرفهم ده صح. الا اولاد بقى واخدين انطباع عن المراهقة ان هي لا ده مراهق، احنا كلنا بنتكلم كده ده مراهق، هي فترة وهتعدي هيعمل اللي هو عايزه وبعد كده يعني هيبقى يعني طباعه هادية شوية، مش هيعمل غلط، مش هيتصرف معنا غلط، مش هيرد علينا، ده أصله مراهق. فالولد أو البنت الطفل ده أنا بتنقل دلوقتي من مرحلة لمرحلة، فأنا مش فاهم حاجة، أنا عايز اللي أكبر مني يفهمني، مش أنت تفهمني غلط إن أنا لا مراهق فاعمل اللي أنت عايزه، أصل أنت فترة بسيطة وهتلاقي كل ده إيه اتعادل مع نفسه، أو أنا بكلمكم لغة عامية عادي كده. فاحنا دلوقتي اللي بنوصل لابننا او بنتنا وبنديهم الفيزا ان انت اعمل اللي انت عايزه، ما هي فتره مراهقه بقى فعيش حياتك انت كده كده احنا مقدرين ده. لا، انا لازم اوعيه وافهمه ان دي فتره من سن 15 سنه لحد 25 سنه، دي فتره فيها توتر، فيها ان انا مش عارف اعمل ايه، ايه ده انا بقيت شاب فجاه كده او بقيت بنوته فجاه، انا مش عارف اعمل ايه. فكله بيلتفت لايه بقى؟ ان انا ادخل على السوشيال ميديا واتعرف على ناس جديده، وانا كبرت بقى اصحابي ومعنا اتصال. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. سامعني؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، نتشرف بيك. محمد جابر من اسكندريه. اهلا وسهلا، اهل اسكندريه كلهم بيتصلوا بينا النهارده. شرفتني يا فندم، وعندك راي عايز تقوله في الموضوع بتاعنا سن المراهقه او تعريف المراهقه؟ كلم استاذ ابراهيم الاول. طيب كلم استاذ ابراهيم، هو معاك. الو ابو خليل، ايه الحلاوه دي حبيبي؟ على راسي من فوق. وضي التلفزيون واسمعني من يحاول يتصل بينا تاني ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا. احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن المراهقة وازاي ننبه الاولاد او نفهمهم انت مراهق يعني ايه، او الفترة دي انت هتعدي بيها قبل ما يجي عليها مثلا يبقى عنده 14 سنة 14 ونص، نبدأ نفهمه ان في فترة انت هتمر بيها او مراحل هتمر بيها، او المرحلة هي المراهقة. المراهقة ان انت هتبقى شاب، او البنت مثلا هنفهمها انت هتبقي شابة، هتبقي مسؤولة، ده سن جميل، ده سن النضوج، ان انت خلاص ده معنى ان عقلك بدأ ينضج وانت كبرتي وانت مسؤولة، وافهمها كل حاجة صح. مش اقول لها لا انت مراهقة، ايه يا مراهق يا مراهقة، ما كده الولد او البنت بياخد طبع ان المراهقة دي حاجة وحشة. فاحنا مش فاهمين، في ناس كتير قوي مش فاهمه الموضوع ده. ده سن انتقال بين مرحله 15 سنه لحد 25 سنه، وبعد كده بتنتهي فعلا بينضج وكل حاجه وبيبقى كويس، وربنا يصلح حال ولادنا كلهم. احنا بنتمنى من ربنا ان شبابنا كلهم يلتزموا، واحنا في البيت دورنا صح يا ابراهيم، خليك معايا في الموضوع ده، احنا دورنا في البيت ان احنا نرشد الاولاد صح، نعلمهم دينهم مظبوط، اذا كان مسلم مسيحي، احنا علينا ان احنا نتبع الاولاد ونفهمهم، ما سيبش الولد والبنت، لان في تاثير وحش قوي من السوشيال ميديا على الاطفال. وفي سن اللي هو اصغر من المراهقه يا جماعه، نفسي اتكلم عنه، اللي هو سن 3 4 سنين وطالع. هنوصل كلامنا تاني بس ناخد التليفون. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليكي، ممكن اكلم النجم اللي منور الشاشه؟ ايوه اتفضلي. اتفضلي، هو معاكي. الله يخليكي، ممكن اكلم تحت امرك، اتفضلي. وطي التلفزيون لو سمحت. يا حبيب قلبي منور الدنيا. بنورك يا ست الكل، مين معايا؟
بنورك والله العظيم، بنورك واطي حضرتك. واسكندريه انا كلها من طبعا محمد بن منورانا والله. اسكندريه لك محطوط الدوار، وبقول لك انت منور يا قلبي. بنورك يا خالته، بنورك والله العظيم، انا بتشرف بيكم وانتوا اللي منوريني والله، وانتوا اللي مشرفيني في كل حته. ربنا يخليكم لبعض يا رب. بنشكر حضرتك ام محمد، بنشكر حضرتك جدا، شرفتيني. خالته خالته ربنا يخليها لك يا رب. فاحنا النهارده باذن الله عايزين نسمع حاجه لاحمد سعد، وبعدين نكمل كلامنا عن المراهقه. جاهزه؟ جاهزين. يلا بينا. اتفضل. اسمعي ايه طيب؟ انت شوف عايز ايه. احمد سعد اي اغنيه ليه حلوه بصراحه. يلا بينا. لو المسلسل الاخير دوت كان عامل اغنيه حلوه قوي. العشاء؟ اغنيه كانت جميله بصراحه. طيب تمام. اللي قلت حبايبي هم طلعوا كدبه وطلعوا غم، جرحوا فيا دنيا سم، باعوا قلبي كمان رخيص، اللي ياما اتمنوا ودي فجأة قلبوا صباح ضدي، عدي الله يا دنيا عدي، اتخدعت في كام خسيس، كله لابس وش طيبة والمعاملة بقت غريبة، واللي على نياته زيي اتأذى ودفع الضريبة، كنت دايما اقول عيني حتى لو يوم جمع عليا، كنت برضو بقول وماله العشا مزايد شوية، أهلي دول وإخواته لما ولا دول تعبين وسما، شفت أسوأ وغدر منهم جرحوا فيا ما حد سما، بس ناوي أخلص بحقي مش هفاصل أو هبقي، عدوات الطيبة راح ومن العذاب ليكم هنائي، ناس ما رعتش الأصول كدابين ما تمرش فيهم، خدوني سكة للوصول، يلا عاد الله يجازيهم، كله لابس وش طيبة والمعاملة بقت غريبة، واللي على نياته زي اتأذى ودفع الضريبة. ربنا يبعد عنك الأذى يا إبراهيم. فوالله بجد صوت جميل ما شاء الله، وبنتمنى لك كل خير وكل سعادة، و هتبقى معانا على طول اكيد طبعا ان شاء الله. ده شرف ليا طبعا اللي انا معاكي، شرف لينا والله وجمال، شرف كبير ليا جدا طبعا، حاجه حلوه جدا في السي في بتاعك فيما بعد، اللي انا في السن دوت موجود في المكان دوت، ده شرف ليا ان شاء الله باذن الله. ونعمل حلقات كتير لان الجمهور في اغاني كتير عايز يسمعها، والكنترول بيقول في تليفونات كتير قوي مش ملاحقين هناخدهم. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنعمل حلقات متتاليه باذن الله. و قول لي بقى عايز تقول ايه لشعب مصر؟ تتمنى له ايه؟ انا طبعا بتمنى لهم كل الخير في 2021 ان شاء الله، وطبعا اخواتنا الاقباط كل سنه وهم طيبين، طبعاً وخير وعيد سعيد عليهم كلهم جميعا، وعيد سعيد طبعا على كل المصريين، ويا رب دايما احنا في سلام، وطبعا تحيا جمهورية مصر العربية طبعاً. والرئيس السيسي طبعا فوق راسنا من فوق، ربنا يصلح حالك ابراهيم يا رب، حفظ الله مصر وشعبها جميعا يا رب، يعني يا رب ويبعد عننا الوباء والشر. الشعب المصري شعب طيب كله بصراحة طبعاً. وناس بتحب بعضيها وعندهم انتماء لبعض وبتحب لبعض. تفرح اكيد طبعا كله. فهم اكيد فرحانين بيك وبصوتك النهارده، كلهم على راسي من فوق طبعا، كل الناس اللي قاعدة بتسمعني على راسي من فوق، زمايلي واخواتي واصحابي والمطربين كله فوق راسي. عايزة اسألك سؤال بقى مهم، انت عملت دويتو مع حد قبل كده ولا ناوي تعمل لسه؟ لا هو انا كنت مجهز شغل مع ناس بتوع مهرجانات، هم حاليا مشهورين بس انا مش هينفع اقول اسمه. مش قادره اتخيلك في المهرجانات يا ابراهيم. بصي وانا ما بحبهاش.
بس غالبا في شغلي، ويمكن انت يعني بتحضري لي حفلات في اسكندريه. واكيد هتختار حاجه كويسه. اكيد، بس هو يعني عشان طبيعه شغلي خلاص، هو دلوقتي كله بقى ان شاء الله. مهرجانات، فانا لازم اخش برضو في الطريق ده جنب الطريق ده، فلازم ارضي الفئه دي، ولازم برضو ان انا فنان ولا فنانه بقى ارضي هتبقى الفئه دي. معاك؟ لا معايا فنان طبعا، فنان. مش هتقول اسمه دلوقتي ولا لما تخلص؟ لا لما نخلص العمل طبعا. ان شاء الله. عموما احنا بنحييه وان شاء الله يبقى حاجه كويسه ومعايا باذن طبعا الله. ناس شعراء، تمام، الناس دي من أسوان، شاعر طبعا ده جامد اسوان جدا، فيهم شعراء تمام، عظماء بجد. طبعا أهل أسوان والصعيد كلهم على رأسنا من فوق، أنا صعيدي طبعا، وأهل أسوان احسن كلهم ناس على رأسي من فوق، وأكيد في عمل جديد اللي جاي على طول مع الشاعر دوت من أسوان، ان شاء الله. وطبعا شرف كبير ليا إن هو يكون معايا، وإحنا أكيد هنستضيفوه حلقة هنا ان شاء معانا. الله باذن الله. وعايزين نسمع منك اغنيه حلوه قوي لشيرين، مفيش مشكلة. ولا في حاجه تانية عايز تقولها او لا نسمع لشيرين حابب اغنيه معينه واسمعك مثلا؟ المهرجانات بصوتي بقى. طب سمعنا مهرجان الاول وبعدين نشوف شيرين. مهرجان بصوتي؟ طيب. جارح قلوب الكل ولسه تشوفوا ظلم، اني دقتوا العسل ومصابني غير المر، بسأل عليهم فين، ما جوليش زيارة ليه، وسابونا انا في حيرتي، أربع حيطان يابا، وسابوني وحداني، دقت العذاب يابا، ولا شفت يوم هنا، بلف الذكريات، ما لقيتش حد نضيف، وعشوم عليا الدور، بنت الجيران شغلالة انا عنايا، وانا في المكان والخلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه، شفت القمر سهرني ليالي، وهموت عليك رب العالم بيا، سيبي شباكك مفتوح ليه لتفلي بهوايا، انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا، يا جمال مرايتي العين، خليكي لو هتمشي اناديكي، انت ليا انا ليكي، احنا الاتنين واقعين، تسيبيني اكره حياتي وسنيني، اتوه مش هلاقيني، واشرب خمور وحشيش، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبل غيري، ايوه انا غيري ما في. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مع برنامجكم كلام ومعاني، واحنا برضو لسه بنتكلم عن تربية الأطفال وسن المراهقة وتأثير السوشيال ميديا على الأطفال والأولاد. فأنا بتكلم إن أنا شفت بعيني أطفال بيمسكوا التاب أو الموبايل، والأم والأب فرحانين الولد مع الموبايل فساكت مش بيعيط، عيش حياتك بقى. الولد، في ولد عنده 5 سنين أنا شفته بعيني بيفتح الموبايل بيقعد يلعب على إيه؟ بيجيب ألعاب كرتون، هو أي لعبة كرتون قدامه بيفتحها، في ألعاب كرتون رعب، في ألعاب مش بتوصل معلومات غلط أو مغلوطة، إحنا في حاجات طبعا مش تبعنا ولا تبع بلدنا، فالأولاد بيفتحوا أي حاجة، ده طفل،
اي حاجه ده كرتون بقى، فانا بفتح اي فيديو قدامي هو اتعلم على كده، بيفتح بيتفرج، الام والاب مش متابعينه، الولد بيقوم بالليل يصوت يصرخ، اصل انا بشوف اشباح، اصل انا بشوف مش عارفه ايه. طب ليه؟ ليه يا دودو بتشوف كده؟ يقول لك لا اصل انا بشوف اشباح وحاجات عشان انا بتفرج على رعب. فطب ليه بتتفرج على رعب؟ يقول لي ده كرتون. طب ما انا لازم اتابع الاولاد، في حاجات تانية كمان بتعلمهم معلومات غلط جدا، وفي حاجات حلوه وفي حاجات كويسه، بس انا اتابع ابني، صح يا ابراهيم؟ نتابع الولد او البنت وما سيبهمش في اوضه لوحدهم قاعدين مع النت. وطبعا كلنا عارفين الكلام ده، والاب والام فرحانين وكل واحد ماسك موبايل، بدا في تباعد بين الاسره وبين الاولاد، ومش واصلين لتفكيرهم، مش عارفين بيفكروا ازاي، ما انا كل واحد في حالي وماسك موبايل وقاعد في جنب. فانا يا ريت نخلي بالنا من اولادنا شويه، وطبعا نخلي بالنا من المراهقين بالذات، نفهمهم الصح من الغلط، ما نسيبش اولادنا كده، ويا رب كلنا كده ما نشوفش حاجه وحشه في اولادنا يا رب. وطبعا احنا عايزين نستمتع ونفرح مع بعض النهارده، فعايزين نسمع منك حاجه لشيرين يا ابراهيم. حاجه هتسمعنا ايه؟ نسيني. نسيني دي فرح يا ابراهيم؟ لا، شيرين كلها كابه. بس اغانيها حلوه وصوتها روعه. خلاص سمعنا كده. نسيني وهو نور عيني، نسيني وفاتني يا عيني، حبيبي لما تاه واحتار رجعلي وقال لي سامحيني، بيبكيلي على حاله ويحكيلي وأقول ماله، بيبكيلي على حاله ويشكيلي وأقول ماله، فضلت أبكي عليه وأسمع ودقيت قلبي توجع، وقلت لنفسي ليرجع عشان يرجع يبكيني، عشان يرجع يبكيني. بلاش يرجع. طيب يا ابراهيم، يعني هو هيرجع عشان يبكيها؟ حرام بجد بجد حرام. جميلة، تسلم صوتك، وبجد حضورك مشرف جدا يا ابراهيم، وانا سعيدة ان انا معاك قوي. وعايزين نسمع الكنترول كله، عايز يسمع تامر عاشور. هتسمعهم ايه بقى؟ مشكلة ان هم بيطلبوا اغاني. مخرجنا الجميل عايز يسمع تامر عاشور. على راسي من فوق طبعا، ادارة القناة كلها والمخرج، بس انا حاليا بتحكم باغاني معينة، لان انا مفيش ورايا فرقة موسيقية تمام اللي هي بتسلمني لازمات الاغاني والايقاعات والكلام ده. تمام، ان شاء الله المره الجايه، الحلقه الجايه ان شاء الله نظبط الامور دي كلها باذن الله. طيب تحب تسمعنا ايه؟ ماشي، هو احنا هنستغلك النهارده. تمام. اكتر من كده؟ ماشي. في لحظة وداع بينك وبيني ليالي كل ما افتكرها، وفي انت اغانيك كلها حزينة ابراهيم، الناس عايزة تفرح. مش حزينة؟ طب انا غني. طب فكر في حاجة تفرح كده الناس، صح يا بنات؟ البنات عايزة تفرح والشباب وكله. مش هو تامر عاشور ما غناش الا كله حزين؟ اه. طيب عايز تسمعنا ايه؟ طيب ماشي، اي حاجة اللي انت تطلبي. اطلبه بقى، كنترول يطلب معانا اللي انت عايزه غنيه. طيب نسمع حاجه قديمه شويه. تمام، لمحمد رشدي. اوعى تكون لا مش هعمل ده. يا عدوية وفي ايديا المزامير وفي قلبي المسامير، في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير، والدنيا غربت
وانا الشاب الامير ورمشك خطفني من اصحابي وانا واد صياد لفيت بلاد وبلاد وبلاد وتاريكي ساكنة نحيادي يا سلام يا اولاد من كان يقول البصادي تصطاد صياد دوار يا نسيم الشوق دوار يا ماشيني كذا مشوار في الموج محتار ليل ويا نهار وامان يا هي ضحكت انهار امان يا هي شمسي واسرار اوعوا تحلوا الماء راكب والله يا ناس مراكبي اوعوا تحلوا الماء راكب والله يا ناس مراكب ولا حاطت رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه. الله الله عليك ما شاء الله. احنا عايزينك بقى توجه رساله لجمهورك هتقول لهم ايه؟ هو انا بيهم طبعا بعلى والناس كلها طبعا اللي بتشجعني وكل واحد واقف في ظهري وكان سبب ان هو ساعدني في حاجه. طبعا في مطربين كبار كتير في اسكندريه طبعا في البدايه ساعدوني اللي انا اشتغل واقف على رجلي طبعا دول على راسي من فوق وجميل عمري ما هنساه طول العمر. انا طبعا مش هذكر اسامي عشان ما انساش حد بس طبعا هي اسكندريه كلها بناسها بفنانينها بجمهورها كلهم فوق راسي طبعا الناس ديت انا بيهم بعلى اكيد طبعا وفي استمرار باذن الله واعلى واعلى ان شاء الله. وطبعا استاذه امان يوسف ربنا يخليك على طول طبعا وفوق راسي وشرف كبير ليا جدا ان انا بطلع مع حضرتك طبعا شرف لينا والله وانت جملت الحلقه النهارده بصوتك. هي الحلقه جميله بيكي والله وان شاء الله ربنا يهنيك ويسعدك ونحضر الفرح ونصوره كمان مباشر ان شاء الله. وشرفتني جدا جدا. انا اللي اتشرفت وانا بشكر جمهوري العزيز جدا جدا وعلى وعد بلقاء جديد ان شاء الله وحلقات اقوى وباذن الله. وابراهيم هيبقى معانا على طول في كل حلقه ان شاء الله هنعمل له فقره معينه كده ان لازم هتغني يا ابراهيم وان شاء الله يا رب كده على وعد بلقاء جديد باذن الله حلقات تتبسطوا معانا واحاول يعني ان انا اتكلم في كل حاجه انتوا بتهتموا بيها وان شاء الله يا رب نكون طبعا بصحه كويسه كل جمهورنا المصري باذن الله يا رب ويبعد عننا الوباء ويخللنا اولادنا ونهتم بيهم زي ما قلت لكم وتوعدوني ان كل ام واب يهتم باولاده ونحاول نجمع الاسره حتى لو يوم في الاسبوع بلاش التباعد الاسري اللي احنا بقينا فيه عشان خاطر اولادنا وان شاء الله سنه سعيده عليكم باذن الله باذن وعمر مزيد ان شاء الله. انتظروني في حلقه اخرى ان شاء الله. سلام عليكم.